في رمضان بقى قولي لي؟ عندي حضرة العمدة مع الأستاذ عادل أديب والأستاذ إبراهيم عيسى الكاتب. اه طبعا. ومرعوبة من الدور جدا لأن فلاحي لأول مرة. لأول مرة أعمل فلاحي، عملت اسكندراني وصعيدي، فلاحي أول مرة. فطبعا اللغة بالنسبة لي عجيبة شوية، فكنت أول يوم مش مركزة ومش عارفة أقول إيه. بس هو الأستاذ عادل أنا بحبه جدا كمخرج، بغض النظر عن إنك لا انا بحبه جدا بغض النظر عن كقريبي. انه قريبك، انما ايوه انا علاقتي بالاستاذ عادل مختلفه طبعا. تماما. هو مخرج متميز جدا معايا. وعادل وابراهيم عيسى ده انت توليفه عظيمه. والشخصيه مركبه وحلوه، عجباني قوي.